أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: المعاملات التجارية مع الكفار يقتضي أن نضحك معهم ونجتمع معهم ونؤاكلهم ونشاربهم في بعض الأحيان لأجل إبرام أمور التجارة، هل هذا يعد من الموالاة؟ أمور التجارة لا تعد من الموالاة، بل من تبادل المصالح، لكن لا تظهر لهم المحبة ولا تظهر لهم المحبة والصداقة، لكن تعامل معهم حدود المصالح. نعم.